السؤال رقم واحد، تعلن هذه العلامة عن أ عدة منعرجات أولها على اليمين، ب خط الرياح جانبية، ج مفترق ذو اتجاه دوراني. أعيد، تعلن هذه العلامة عن أ عدة منعرجات أولها على اليمين، ب خط الرياح جانبية، ج مفترق ذو اتجاه دوراني. السؤال رقم اثنين، عربة الحماية المدنية لها الأولوية، أ في المفترق هذا فقط، ب في كل المفترقات. أعيد، عربة الحماية المدنية لها الأولوية، أ في المفترق هذا فقط، ب في كل المفترقات. السؤال رقم ثلاثة، في هذه الوضعية، أ يمكنني المجاوزة من اليسار، ب يمكنني المجاوزة من اليمين، ج لا يمكنني المجاوزة. أعيد، في هذه الوضعية، أ يمكنني المجاوزة من اليسار، ب يمكنني المجاوزة من اليمين، ج لا يمكنني المجاوزة. السؤال رقم أربعة، عند الشعور بالتعب يجب أ نفتح الشباك للتهويع فقط، ب القيام بفترة استراحة، ج نسير ببطء في هذا الطريق فقط. أعيد، عند الشعور بالتعب يجب أ نفتح الشباك لتهويئة فقط، ب القيام بفترة استراحة، ج نسير ببطء في هذا الطريق فقط. السؤال رقم خمسة، في اليوم السابع عشر من الشهر يمكنني الوقوف من الجهة اليمنى بداية من العلامة، أ نعم، ب لا. أعيد، في اليوم السابع عشر من الشهر يمكنني الوقوف من الجهة اليمنى بداية من العلامة، أ نعم، ب لا. السؤال رقم ستة، يمنع أ الدوران إلى اليمين، ب السير إلى الأمام، ج الدوران إلى اليسار. أعيد، يمنع أ الدوران إلى اليمين، ب السير إلى الأمام، ج الدوران إلى اليسار. السؤال رقم سبعة، عند فرار ساق إثر التسبب في أضرار مادية للغير يرتكب أ مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، ج جنحة. أعيد، عند فرار ساق إثر التسبب في أضرار مادية للغير يرتكب أ مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، ج جنحة. السؤال رقم ثمانية، عند نزول المطر درجة احتكاك العجلات بالمعبد أ لا تتغير، ب تكون أحسن، ج تنخفض. أعيد، عند نزول المطر درجة احتكاك العجلات بالمعبد أ لا تتغير، ب تكون أحسن، ج تنخفض. السؤال رقم تسعة، السير بعجلات منفوخة أقل من اللازم يزيد من خطر الانفلاق، أ نعم، ب لا. أعيد، السير بعجلات منفوخة أقل من اللازم يزيد من خطر الانفلاق، أ نعم، ب لا. السؤال رقم عشرة، تشير العلامات إلى أ محطة حافلات، ب ممر خاص بالحافلات والسيارات التاكسي، ج ممر ممنوع على الحافلات وسيارات التاكسي. أعيد، تشير العلامات إلى أ محطة حافلات، ب ممر خاص بالحافلات والسيارات التاكسي، ج ممر ممنوع على الحافلات والسيارات التاكسي. السؤال رقم 11، يمكن استعمال هذا الهاتف أ لغرض شخصي، ب لكي أتصل بميكانيكي، ج لإعلام الإسعاف. أعيد، يمكن استعمال هذا الهاتف أ لغرض شخصي، ب لكي أتصل بميكانيكي، ج لإعلام الإسعاف. السؤال رقم 12، عند استعمال أضواء المقاطعة أثناء السير بسرعة 70 كيلومتر في الساعة أرتكب مخالفة، أ نعم، ب لا. أعيد، عند استعمال أضواء المقاطعة أثناء السير بسرعة 70 كيلومتر في الساعة أرتكب مخالفة، أ نعم، ب لا.
السؤال رقم 13، في هذه الطريق السيارة السرعة محددة ب أ 100 كيلومتر في الساعة، ب 110 كيلومتر في الساعة، ج 120 كيلومتر في الساعة. أعيد، في هذه الطريق السيارة السرعة محددة ب أ 100 كيلومتر في الساعة، ب 110 كيلومتر في الساعة، ج 120 كيلومتر في الساعة. سؤال رقم 14، تمنع السياقة ابتداء من نسبة الكحول في اللتر الواحد من الدم تساوي أ 0.5 غرام في اللتر الواحد من الدم، ب 0.8 غرام في اللتر الواحد من الدم. أعيد، تمنع السياقة ابتداء من نسبة الكحول في اللتر الواحد من الدم تساوي أ 0.5 غرام في اللتر الواحد من الدم، ب 0.8 غرام في اللتر الواحد من الدم. السؤال رقم 15، وقوف السيارة الزرقاء في هذا المكان مسموح به؟ أ نعم، ب لا. أعيد، وقوف السيارة الزرقاء في هذا المكان مسموح به؟ أ نعم، ب لا. السؤال رقم 16، يمكن استعمال ضوء الطريق أ حالا، ب على مستوى العرب أثناء المجاوزة، ج بعد المجاوزة فقط. أعيد، يمكن استعمال ضوء الطريق أ حالا، ب على مستوى العرب أثناء المجاوزة، ج بعد المجاوزة فقط. السؤال رقم 17، في المفترق القادم أ التمتع بأولوية المرور، ب أفسح المجال إلى العربيات القادمة من اليمين، ج يلزم ناقف في كل الحالات. أعيد، في المفترق القادم أ التمتع بأولوية المرور، ب أفسح المجال إلى العربيات القادمة من اليمين، ج يلزم ناقف في كل الحالات. السؤال رقم 18، عند السير وراء الشاحنة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة يجب ترك مسافة أمان أ 24 متر، ب 50 متر، ج 75 متر. أعيد، عند السير وراء شاحنة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة يجب ترك مسافة أمان أ 24 متر، ب 50 متر، ج 75 متر. السؤال رقم 19، لطمأنة مصاب يجب أ مخاطبته وتدفئته بغطاء، ب إعطاءه الماء. أعيد، لطمأنة مصاب يجب أ مخاطبته وتدفئته بغطاء، ب إعطاءه الماء. السؤال رقم 20، تنتهي الأولوية بهذه الطريق أ بداية من العلامة، ب بداية من العلامة وعلى مسافة 300 متر، ج بعد 300 متر من العلامة. أعيد، تنتهي الأولوية بهذه الطريق أ بداية من العلامة، ب بداية من العلامة على مسافة 300 متر، ج بعد 300 متر من العلامة. السؤال رقم 21، هذه العلامة تعني أ تقاطع الطريق مع سكة حديدية ذات مسلك واحد، ب تقاطع الطريق مع سكة حديدية ذات مسلكين، ج تقاطع الطريق مع سكة حديدية ذات عدة مسالك. أعيد، هذه العلامة تعني أ تقاطع طريق مع سكة حديدية ذات مسلك واحد، ب تقاطع طريق مع سكة حديدية ذات مسلكين، ج تقاطع طريق مع سكة حديدية ذات عدة مسالك. السؤال رقم 22، بعد هذه العلامة يمكنني مجاوزة أ الشاحنات، ب الدرجات النارية بدون عربة جانبية. أعيد، بعد هذه العلامة يمكنني مجاوزة أ الشاحنات، ب الدرجات النارية بدون عربة جانبية. السؤال رقم 23، تشاهد ليلا في طقس صافي وعلى مسافة 150 متر أ أضواء الفرملة، ب أضواء الوضعية الخلفية، ج التجهيزات التي تعكس النور. أعيد، تشاهد ليلا في طقس صافي وعلى مسافة 150 متر أ أضواء الفرملة، ب أضواء الوضعية الخلفية، ج التجهيزات التي تعكس النور. السؤال رقم 24،
بداية من هذه العلامة عند السير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة أرتكب أ مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، ج جنحة. أعيد، بداية من هذه العلامة عند السير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة أرتكب أ مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، ج جنحة. السؤال رقم 25، عند استعمال أضواء المقاطعة يجب تعديل السرعة بكيفية تكون فيها مسافة الوقوف أقل من 30 متر. أ نعم، ب لا. أعيد، عند استعمال أضواء المقاطعة يجب تعديل السرعة بكيفية تكون فيها مسافة الوقوف أقل من 30 متر. أ نعم، ب لا. السؤال رقم 26، عندما ينخفض مستوى زيت الفرامل بصفة ملحوظة، أ أكتفي بزيادة قليل من الزيت، ب أقوم فورا بالتثبت من أجهزة الفرامل، ج أقوم بتثبتها في الفحص الفني المقبل. أعيد، عندما ينخفض مستوى زيت الفرامل بصفة ملحوظة، أ أكتفي بزيادة قليل من الزيت، ب أقوم فورا بالتثبت من أجهزة الفرامل، ج أقوم بتثبتها في الفحص الفني المقبل. السؤال رقم 27، عندما وصل السير إلى الأمام من يمر في المرتبة الأولى؟ أ سيارتي، ب السيارة البيضاء، ج السيارة الزرقاء. أعيد، عندما وصل السير إلى الأمام من يمر في المرتبة الأولى؟ أ سيارتي، ب السيارة البيضاء، ج السيارة الزرقاء. السؤال رقم 28، يتعرض سائق السيارة الرابضة لي أ لخطية مالية، ب لسحب رخصة السياقة. أعيد، يتعرض سائق السيارة الرابضة لي أ لخطية مالية، ب لسحب رخصة السياقة. السؤال رقم 29، ما زال بإمكاني تغيير مسلك السير؟ أ نعم، ب لا. أعيد، ما زال بإمكاني تغيير مسلك السير؟ أ نعم، ب لا. السؤال رقم 30، في المفترق المعلن عنه سأترك الأولوية إلى اليمين؟ أ نعم، ب لا. أعيد، في المفترق المعلن عنه سأترك الأولوية إلى اليمين؟ أ نعم، ب لا.